لا نبدا ايه احنا هنهزر اسمع ورحمه ابويا انت رخم يا ريت انا افزي بقى اتهدي بقى تيجي تقعد على رجلي يا بابا حاسه انا لمحتك في حاجه بس مش عملتي ايه قبل كده هتروح تبوس ايد المخرج انه يلغي الحلقه دي ربنا ما يوريكي تشتغلي معايا امشي اطلعي بره يلا نعم يلا دوم امشي من هنا انا الهام شاهين بس على منفوخ شويه روحي اقفي هناك خلاص بقى بس يا ولد فاهم ليه يا بق 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 في واحده يا ما تخلصوا روح اتجنن ده انتوا ايه ده انتوا جايبينها منين يعني في ايه خلاص يعني ما وراش حاجه يعني ما بس كده انت تمام اسالك انا ليه لا 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 في تسجيل اتفضل يا بيه مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من نجم النجوم ضيفتنا فنانه جمعت بين جمال الشكل والروح والموهبه في المسرح هي البريمو وفي التلفزيون والسينما تاريخ طويل معانا الاستاذه الفنانه ميمي جمال شكرا مساء الخير استاذه ميمي مساء النور يا حبيبتي منورانا انت اللي منوره استاذه ميمي حضرتك يمكن من الفنانات المحظوظات جدا اللي شاركتي مع نجوم كتير عمالقه في المسرح صح فقولي لنا ذكرياتك المواقف الطريفه استفدتي منهم ايه يعني هو كل كوميديان بيبقى له مفاتيح خاصه بيه في الكوميديا يعني مدام ميمي احنا هنكمل حوارنا الرائع مع حضرتك لكن هنروح لفاصل ونرجع بفقره نجوم المستقبل والاستاذه ميمي جمال مع فاصل ونرجع لك على طول يا جماعه علا فين ضيوف فين بسرعه فين علا حاضر فين علا بنظبط مكياج الله بسرعه يا رجاله يعني ايه يا جماعه ما احنا كنا بنظبط مكياج من بدري كلنا اهلا حبيبتي ازيك يا حبيبتي كويسه الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله تمام تمام علا انا للاسف ما شفتش اي ار بس انا شفت تامر وشوقيه وكنتي جميله 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 عملتي ايه في دور تامر وشوقيه هو ما شفتوش لا انا شفت حلقات كتير منه بس مش فاكره بالظبط ايه كنت بتعملي دور نانسي نانسي كان دور يعني حلو كبير يعني وعملتي حاجة تاني غير تامر وشوقية؟ عملت حاجات كتير جدا والله طب كويس كويس يعني ما تعتبرش جديدة قوي يعني لا يعني هي عملت أدوار انتي غير اي ار وتامر وشوقية عملتي ايه؟ في حاجة؟ اجيب بس في ايه؟ مش عارف خليكي معايا عشان لا كده صعب مش كده ولا ايه؟ مش هنفضل نملة بقى طول النهار ون ده لمصلحتك يا حبيبتي احنا جايين لمصلحتك لمصلحتك علشان انت تقولي وتتكلمي ونشوفك طب ما انا موجوده اهو انا عملت حاجه امال انت كنت رايحه جايه بتعملي ايه بظبط شعري ما انت ظبطتيه وروج بتاعي طب انت بتتكلمي كده ليه وفي بيني وبينك مشكله ولا حاجه لا بس قاعدين تنادوا انا جايه الله الله ده بدايه جميله الله اتفضلي يا حبيبتي بناء على استفتاء جماهيري اجريناه في برنامج نجم النجوم تم اختيارها كفنانه شامله لقبوها بسعاد حسني القادمه مين معانا علا رشدي سعاد حسني عملنا شبهها ولا ايه خالص عملنا استف لا مش شبهها خالص طبعا علا اخذت اعلى استفتاء فهمتي يا ميمي دلوقتي فهمتي ايه فهمتي يا ميمي؟ ما احنا يعني ايه يعني مش صعب شويه تقولي لي يا ميمي؟ يعني المفروض يا مدام مش هقول لك قولي لي ما اعرفش ايه ايه بس في الوسط بس يا مدام ميمي لا ازاي الوسط بيحترم بعضه يا ماما انا كده بفخرك الاكبر في السن لازم يحترم الاكبر يحترم بس ده بره يعني لكن ده يا ميمي كده لا احنا دلوقتي بنصور على الهوا المفروض مدام ميمي خلاص ما طنط ماشي وماله طنط لا قولي لي يا خالتي حضرتك الفترة اللي جاية حضرتك عاملة أكتر من عمل
في التلفزيون في رمضان. أنا السنة دي ما اشتغلتش مسرح لأني اشتغلت فيديو الحمد لله كتير السنة دي، وفي رمضان هنشوف حاجات كتير. ينفع حد يعلي التكييف؟ الدنيا حر قوي. يا نسا ستوب، ما ينفعش كده، في احترام يا علا. علش لازم بصي حر يعني. إيه لما قبل ما تبقي عايزه تقولي اي حاجه، خلي مثلا ما دام امي تكون مخلصه. لا انا ما بقولش عليها حاجه ولا بتكلم. لا انا بس عليها. عايزه افهمها. بصي انا دلوقتي بتكلم معاكي، هي اتحرت اوكي. طيب لما تقولي ما خدتيش بالك بتقطع يا ماما، ولما انت تيجي تتكلمي انا مش حاجه اقول ايه ده وايه الجو ده. واخده بالك انا ماما. مش معلش يا طنط ما تزعليش، انا ماما. حاضر علا. فهمتي علا؟ البت دي غريبه شويه، هتستني كتير والله كتير قوي. علا طب انت شايفه انه الفتره اللي جايه، بما انك انت نجحتي في تامر وشوقيه بشكل كوميدي، والله العظيم ثلاثه ما فاكراها في المسلسل ده. يبقى ما شفتوش. هتصدقيني ولا مش هتصدقيني؟ يبقى ما شفتوش. انا بتفرج على المسلسل والله ما فاكراها. طنط ميمي انت بتفرجيش على التلفزيون؟ انت عاجباكي طنط قوي. اقول لك على حاجه، عارفه لو حطوا اسمك على افيش والدتك بس اللي هتعرفي. على الاقل. طب ماشي، والدتي دي هي الوحيده اللي هتقول دي بنتي، لكن هاتوا حد يشاور عليكي على افيش وقول دي فلانه. ده الانتشار يا جماعه عايز شغل، عايز عرق. مزبوط. عايز تعب. ولا يمكن كمان الفتره دي علشان في شباب كتيره ظهروا، يمكن ده الكلام. لازم تنتشر في الاول. مزبوط. وتعرف الناس نفسها، وتعرف الناس هي مين، وبعد كده تبتدي مرحله. يا طنط ميمي بلاش نفسنا، بلاش نفسنا نفسنا. عشان انا عارفه اختار شغلي وما بحبش الرطرطه، يبقى معناته ان انا ما حدش عارفني. انا نفسنا صحيح. يا ايه نفسنا دي اولا؟ ما هو دي كلمه جديده بقى. لا جديده يعني ايه؟ انا اعرفها يا بابا واعرف انفض لك كويس كمان. استاذ عاطف. طب قول كلمه الاستاذة علا. سمعت استاذة علا بعد اذنك. نعم. بتقول لي نفسنا. نعم. يا استاذي صح. اهدى ايه يا عماله يعني بتقلق. ايه 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 قلت ايه؟ كويس قوي انك انت بلعتيها. حد يجيب لها كوبايه ميه، الكلمه اللي كانت ناويه. استاذه برضه انا كبيره وانا ما اقدرش ايه يعني، من الجيل القديم، فانا ما اقدرش مش عاوزه البس. انا من الجيل القديم والجديد واللي موجود لغايه واللي النهارده جاي ماشي. والشاطر اللي بيقعد واللي بيستمر، انما يا عيني فقاقيع اللي بتطلع زي اللي بيطلعوا على وش الميه دول، بك 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 بك. مش شايفه لا فن ولا اداء ولا اسلوب ولا حاجه. زي فضلك يا مدام ميمي بلاش نفسنا، كفايه انا عاوزه اخلص الكلمتين وامشي. يا حبيبتي ما ينفعش. نفسنا منك انت ليه؟ انا نفسي منك ليه؟ مش في منطق. انا بتكلم دلوقتي بتسالني سؤال ما برد عليه، فخليني اجاوب. انا المفروض اسمع صوتك. دي نفسنه الجيل القديم. الجيل الجديد. الجيل القديم. انا استاذ عاطف خلاص معلش خليها، بس انا عايز اسمع. قول. طب كملي يا استاذ عاطف. نخش يلا عشان يلا عشان نمشي بقى. يا ريت. انا ومدام ميمي عايزين نمشي. وانا قبليكوا والله. انا بوجه كلامي للاستاذ ميمي. وانا بوجه كلامي لكل الناس. مع كل الناس. طب ما تعرفي نفسك للجمهور، وري لهم حاجه. هم عارفيني. لا وري لهم حاجه من فن. هم عارفيني اصلا والله. انا مش محتاجه اوري نفسي لاي حد ولا اثبت نفسي. ايه ده؟ اوكي اوكي يا جماعه يلا يا استاذ. انا عايزه اعرف كام واحد فيكم عارفها، اللي عارفها يرفع ايده. كلكم عارفينها؟ لا طبعا. مش كلهم دول. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من 30. هما دول بس جمهورك؟ ده ناس انت مأجراهم عشان يجوا مأجرينهم. انا استاذة يا حبيبتي. عيب. مأجراهم يجوا يضحكوا. الناس المحترمين اللي جايين ومكلفين خاطرهم وجايين يتفرجوا علينا تقولي عليهم ما جايين معرفش ايه. لا لا خلاص بقى يا موضوع، خشوا بقى في الموضوع بقى عشان نخلص. انا ابتديت اتنرفز وانا همشي بحقيقي. لا لا من غير ما تمشي، انا اللي هقوم امشي. طب خلاص بقى يلا. انا لو فضلت قاعده بالمنظر أنا ده انا هتضايق. انا همشي. اصل دي واحده قاعده من ساعه ما جت، يا شعرها يا وشها يا مش عاجبها حد، فخلصيني. هل دي اللي جايه اختارها؟ انا مستعده اقول كروس. لا بالظبط. تختاري مين يختار مين؟ لا انا مش هقدر اكمل وهي قاعده كده. لا ما احنا عليا على اساس انا مثلا قاعده معاكي. امال بنتكلم على مين؟ انت من ساعه ما قعدتي وانت مش مبسوطه. وجهوا ليا كلام. وجهوا ليا كلام. بتتكلمي بطريقه بايخه وبتتكلمي بطريقه. ايه يا علا؟ ما انا مش عيب يا حبيبتي. يا حبيبتي ما ينفعش. سؤال من يلا يا يلا يلا. ما انت شايف يا استاذ. اتفضلي يلا. 5 4 3 2. لا عايزاكي روقي. يلا مش عارفه. يلا 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 يلا. مفيش احترام للناس. مفيش. بتتكلم بطريقه مش لذيذه. ليه ليه؟
عايزه اعرف ليه. يلا احنا هنبتدي، انا هديكي سؤال دلوقتي. طيب. تمام. 5 4 3 2 1. مدام ميمي، حضرتك شايفه ان الجيل الجديد ممكن يتشهر باعلان بدور وبيفتكر نفسه انه ما حصلش وان هم وصلوا لنجوميه فظيعه، حضرتك شايفه ان الجيل الجديد يعني بيفكر كده ليه؟ انت ليه الكلام ده؟ انت بتلاقي كلام ولا ايه؟ ده احنا مستقبل اصلا. انا بسال الاستاذه ميمي جمال. انت ماضي يا ماما، انت عمرك ما هتبقي مستقبل. انا اطلاقا. ماضي. انت ماضي لما انا ابقى ماضي بقى يعني. انت يا روح قلبي لا تصلحي لاي شيء خالص يا ماما. اسلوبك البنت بتتكلم وبتسالني سؤال وبتتدخلي خلاص. وايه قالت ايه؟ خلاص يا ميمي. نبط بتلقحي. لا احلي حبيبتي. خلاص يا ميمي. لا لا, لا احترمي نفسك. عيب. انا ما يتقاليش يا ميمي. فاهمه ولا لا يا طنط؟ معلش. لا انا ما يتقاليش يا ميمي ولا يا طنط. اذا كنت فوتت لك المره اللي فاتت فوتت عشان برنامج يعدي، لكن لا يا ميمي ولا يا طنط. انت تقولي لي حضرتك. انت تقولي لي انا حضرتك. حضرتك لا طنط. مش قابله طنط. مش طنط ولا قابله ميمي. أوكي. ولا قابله اي اسلوب وطريقتك دي. بس ولا البنت يعني. دي فظيعه فظيعه. انا ما شفتش كده. اتفضلي يا حبيبتي. من ردك هسال سؤال تاني ولا اعمل ايه؟ لا يعني بصي هقول لك حاجه. من ردك. البنات الجداد انت بتتكلمي على الجداد اللي ممكن ينجحوا بسرعه باعلان بمعرفش ايه بتاع بدور وبيفتكروا نفسهم ان هم وصلوا لنجوميه فظيعه. بصي البني ادم علشان يبقى ممثل ياثر في الناس لازم هو يحس. هو اصلا يحس. انا معاك. لما الانسان بيحس صح. بيأثر في الناس. لما الانسان ما بيحسش لا باللي حواليه ولا بيعمل حساب لحد. الله ينور عليك يا ميمي. معاكي حق. بقول لك ايه بجد انا معاكي. انت على كل ما اقول كلمه هتفضلي وبطانه يعني زي المغني اللي له بطانه ماشيه وراه. هو يقول يا ليل يقولوا يا لا بطاني ورايا بطاني والنبي يا اخي. انا بقول رايي وانا معاكي. مش عايزة انا معاكي. انا مش ضدك. انا معاكي. رايي فيا انا يا علا. لما تتكلم مدام ميمي من فضلك هتخلص كلامها هرجع لك تاني. وانا جايه عشان اسكت ولا ايه؟ عشان اقعد اتفرج يا حبيبتي. انا هرجع اسالك سؤال. طب يلا نزلي رجلك. نزلي رجلك عشان نتكلم بادب بقى. مدام انا قاعده رجلك تنزل. طب ما انت حاطه رجلي. انا احط رجلي زي ما انا عايزه. انت ما تحطيهاش كده وانت قاعده. احنا في يعني في بلد حره ودنيا حره يعني. دنيا حره في السن ده. ايه المشكله؟ الله. بالمنظر ده وبالاسلوب ده وبالكلام ده. في صراع اجيال بقى وكده ورجل على رجل ورجل فوق رجل. في ايه؟ صراع اجيال مع مين؟ في ايه؟ معاك انت؟ صراع اجيال معاك انت؟ موضوع ابسط من كده. رجل على رجل. انا حره. ده انت لو كنت مثل لجيل تبقى مصيبه سودة. يلا علا احنا بنشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. ميرسي. شكرا. ميرسي جدا. الحمد لله الحمد لله. ما اعرفش الاكسجين كنت شفطاه من القعده. الاكسجين كفايه بقى. مشطوف من القعده يا حبيبتي. روحي بقى. ايه ده بقى؟ روحي ايه ده بقى؟ روحي لك سكه. تروحي تلعبي فيها بعيد عني. اعمل حاجه. انت إيه ركلي على الله يا علا. مش هتمشي بالذوق. نعم. مش هتمشي بالذوق. انا همشي بمزاجي. تتفضلي تمشي. انا همشي بمزاجي. اتفضلي دلوقتي. امشي وقت ما امشي. انت مش خرجتي؟ هتضربيني ولا ايه؟ لا مش انا يا ماما اللي. طب خلاص امال ليه بتعملي كده ليه؟ انا علا. امشي علا. علا انا فوق قوي. علا ده انت تقعدي تطلعي منك 100 متر على بال ما توصلي انك انت. انا امد ايدي عليك انت ليه يا ماما؟ طب خلاص كفايه كلام. كفايه كده. عيب عيب. يلا انا مش جايه تاني برنامج. ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله احسن. جايبين ناس. ما الناس تنبسط وتستريح. ايه ده؟ دي جايبينها عشان تبقى ممثله؟ ده انا ما اعرفش. انا كل يوم انا هستناكي بره بقى يا ميمي. انا هستناكي بره على الباب ومعايا بقى 5 فتوات وهنشوف مين فينا. تستني مين يا بت؟ انا هستناكي بره يا بت. ايه مين دي اللي بت؟ امشي. طلعوها بره. تضربيني ولا ايه؟ طلعيها يا جماعه. انا هجيب الفتوات معايا. دي لو ما طلعتش بره انا اللي هطلعك بره. امشي من هنا. امشي الادب. عايز اقول لك بس على حاجه من النبي. احنا في حلهم بينهم كمان وكمان بجد. مش عايزه ابوظ البنت بجد. تعالي يا علا. يعني البنت دي كانت بتمثل اللي. ايوه علا. لا بس اقول لك على حاجه بقى. انت على فكره انا مش من النوع اللي بقى استفز بسرعه. انت فعلا كويسه. انا جريت لاخر لو الشارع. انت عملت ده. معلش. تعالي. ناسفه جدا. يا حبيبتي. لا بس انا كرهتك والله. لا لا والله حضرتك كرهتك جامد. لا كرهت الشخصيه مش انت. معلش. ايه البت الغريبه دي؟ ايه دي؟ يعني انا فعلا اول مره اتعصب بجد.
بق 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 ابدا يلا نبدا. انت اللي ساعتها مش انت اللي تقول يلا نبدا. طب على التكييف. طب قبل ما يا علا 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 على التكييف بعرق مش قادره. البنت بتقفقف والله بتقفقف يا استاذ. هعمل ايه الدنيا حر يعني. افي كده وافي كده وافي كده وافي كده. في واحده تكلم مامتها كده. يا سلام المحكمه اتنورت. يا ملا ما رجعت. دي واحده بتخش يا ماما تقول لا 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 ايه ده ايه ده لا 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 يا حلاوه لا 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 يا حلاوه لا 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 لا. وبعدين تقول لك انا انت بتتريقي على اسماعيل. باي باي.